مشان ما تكبر القصة، بدي صالحهم مع بعض. ماشي، شوفك لك عم. نحكي. عثمان بيك، بتحب امشي وراهم؟ لا ما بدي، شغل السيارة هلا وبقول لك لوين رايحين نحن. نفدنا منه. نحن بارعين بالقصص. أنا قرفانة من حالي لأنه عم شارك بهاللعبة القذرة. اختي نحن ما قدامنا غير هالحل، لازم نلفلف الموضوع. ما بيكفي اللي عملناه مع كريم وهديك البنت وهلأ عم نلعب على مرام؟ لوين بدنا نوصل؟ شو علاقة هي بهي؟ انت مو ملاحظ انكم عم تلعبوا بمستقبل الناس ومهامكم؟ انا ما عاد فيي استمر وجاريكم بهاللعبة. نحن عم نحافظ على سمعة عيلتنا بيسا. عن اي عيلة انت عم تحكي؟ قلي يا رشاد. العيلة لازم يكون اساسا المحبة والاخلاص كمان والثقة المتبادلة. ايه مزبوط، ما في شك، بس نحن ما عنا ولا شيء من هدول. أنا بعرف إنك ما بتحبني وثقة أصلاً ما في بيناتنا، بس ما في أتحمل قلة الاحترام رشاد. أنت ما عاد احترمت ولا حبيت أي حدا غير حالك وبس. أنت لازم تراجع نفسك. عم نبهك لآخر مرة ولازم تسمعني، لا تخليني أخذ قرارات تقلب كيان العيلة. بيسان استني، نحن شلون وصلنا لهون؟ ما عم بفهم شيء. تراكمات تراكمات يا صهر، تعبى الكاس بدون ما تحس. بس بنصحك تدير بالك من هون ورايح، اي فضيحه جديده ممكن تدمر كيان العائله، وساعتها منقول يا ريت ما صار اللي صار. ازعجتني هالخبرية، مالي مصدقة. لو كل الصبايا عملوا هيك ما رح يضل حدا متجوز. ايه مزبوط، بس شلون بدها تفهم هالشي؟ سمعت انها كانت بتحبه، هالسرعة ملوا من بعض. شو اللي صار لهم يعني؟ مو هيك جارتنا، بس بنتنا متمردة، ما بتسمع كلمة حدا، مالها كبير. انا ياما قضيت من ورا يباسة راسها جننتني. طولي بالك عليها، لساتها ولد اختي، بس ترجع قدي معه وفهميها هالشي اللي لهيك ما بيصير، لازم تعليها. والشرطة قال ما فيهم يدوروا عليها هلا، قالت تمضى 24 ساعة ليعتبروها مفقودة. ايه فهمي، قال لي هالشي. ما فينا غير نستنى للصبح. ان شاء الله قبل هيك ترجع على البيت. يا ريت. تصبحي على خير. تلاقي الخير. شوفي ابني، انا جوعان. هلا رح احط لك شي تاكله، تعال معي حبيبي. خليكي، انا بحط له. تعال ابني تعال. انت ما جعت ابني؟ اي قطع عمره، اول ما سمعت حملت حالها واجت. حتى هون انفضحنا، خلي شرنة تنبسط هلا. كانت عم تستجوبني، رح تفوت من بيت لبيت وتفضحنا بين الجيران هون. مين رح يصدق انها قاعده ببيت رفيقتها؟ رح يألفوا سيار عنها ورح يقولوا داير على حل شعرها. راحت دارت وفتلت ورجعت، هذا إذا رجعت على البيت طبعا. معلوم وتعلمت تهرب إمتى ما بدها. ما في من وراها غير وجع الراس، لك شو مستني منها؟ إذا حكيتي كلمة تاني بقتلك. شو صار لك؟ ولا كلمة. كريم عود. خلصي أحسن لك. ماشي رح أسكت هلا، بس بعرف إمتى لازم أحكي. ست ميسر، شو حكيتك أنا؟ خوفتيني والله، احكي مع كريم. هو اللي بلش. تحكم بأعصابك شوي، مثل ما أنا عم أعمل. بدك تصبر يا ابني. كيف طالعة؟ حلوة. متأكدة؟ بتجنني. عرس، شو بدنا نساوي؟ تغيرتي كتير بعد المكياج. ايه شكلي كترت المكياج شوي.
شو بعمل؟ هذا عرس أقرب رفيقة إلي، لازم يكون على وشي ضو. رفيقتك ولا قرايبتك؟ لأنك قلتي لي بتقرب خالتك. إيه، هي قرايبتي ورفيقتي بنفس الوقت. كان عم يرن بعدين صار يطوط. عرفت الرقم لهيك ما ردت عليك. عم تقول انه مغلق، معناتها طفته للموبايل. سكر سكر، بعدين بتصل من موبايلي. لا بكيفي، لا تضايقوا عليها للبنت هيك، خاف انها تمل منكم. تفرجي على التلفزيون اذا مليتي. طمني، لا تاكلي همي. يلا بخاطرك، مع السلامة، يلا روحي انبسطي.